انطلقت منافسة النسخة الثامنة من رالي 24 ساعة أوفرود ماروك بمشاركة 53 سائقا يمثلون فرق رائدة في رياضة الراليات. نسخة هذه السنة تختلف عن سابقاتها بإجراء جل المراحل بضواحي مدينة مراكش الحمراء. لدينا 19 سيارة وأزيد من 50 متسابقا، لكن السيارات المشاركة جلها من الجيل الجديد لسيارات الراليات، بخلاف النسخ السابقة التي كانت تعرف مشاركة سيارات قديمة نوعا ما. وبخصوص السائقين فهم متمرسون، واختيار المغرب يبقى من أولوياتنا. الكل يساعدنا من وزارة السياحة ونحن سعداء بمساعدة المغرب. المرحلة الأولى من الرالي جرت بمدار مغلق في منطقة النخيل ضواحي المدينة الحمراء، وكانت بمثابة بروفا للمتسابقين للقيام بآخر الاستعدادات ومراقبة الجوانب التقنية قبل انطلاق السباق. بعد ذلك أعطيت انطلاقة للمتسابقين ومعها العداد لمعرفة أول المنطلقين غدا في مرحلة دوار الطلبة. حامل لقب النسخة الأخيرة جون لوك مارتينو جاء للدفاع عن لقبه، ولما لا تحقيق فوز آخر ينضاف لخزينته. هذه النسخة بخلاف سنوات الماضية ستبقى بمدينة مراكش وضواحيها، وهذا سيجنبنا التنقل من مدينة لأخرى، لذلك سنركز أكثر على الرالي والمنافسة. وبالنسبة لي شخصيا لا أعرف شيء الكثير عن مراكش وضواحيها. مرحلة يوم الثلاثاء المحطة الثانية من الرالي ستدور بمنطقة دوار الطلبة، وست ساعات هي المدة التي تنتظر المتسابقين لتحقيق أفضل توقيت.